السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف في برنامج فيكتور وورك لو أنا عايز أرسم أي عنصر بيبقى في نافذة اسمها أتريبيوت بتساعدني في اختيار الخصائص بتاعته. على سبيل المثال لو أنا جيت كده في البيزك وقلت له أنا عايز أرسم مثلا ريكتانجل، هو لاحظ ظهر لي سنارنج، يعني هيعمل لي تجاذب مثلا مع النقط دي. شايف أول ما قربت من هنا، مجرد إن أنت تقرب هنا خلاص هو يبدأ يرسم لك في نقطة التقاطع ديت أو النقطة بتاعة الجريد. فأبدأ أقول له أنا عايز أرسم مثلا من هنا لهنا. طيب هو كده رسم لي المستطيل، هقول له ان عايز يبقى فيه لون من جوه او لا، نان او في باترن او في هاتش او في تايتل بالشكل دوت. خليني اقول له سوليد، وبعد كده اقول له انا عايز اللون معين وليكن مثلا اللون دوت، واقول له اوكي هيبدا يظهر لي باللون دوت. طيب والخط اللي بره ممكن تقول له انا مش عايز خط بره او لا، انا عايز سوليد وعايز اللون بتاعه مثلا يكون اللون دوت. هتلاقي الخطوط اتغيرت. طب انت عايز يبقى فيه دروب شادو ولا لا على العنصر اللي انت مختاره؟ عايز يبقى فيه دروب شادو ولا لا؟ عايز دروب شادو ده يبقى الخطوط عامله ازاي؟ ممكن نقول له مثلا خلي تبقى هيئه نقاط وهكذا. طب تقدر تختار الخطوط بتاعتك. لو انت مثلا قلت له انا عايز ارسم لاين اهو، فبيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعة اللاين. مثلا مفيش لي حاجة داخلية، مفيش لون بيجملي، بس هو الخط نفسه تقدر تختار لون ليه بالشكل دوت. طبعا لما تتعلم على أي حاجة برة هيظهر معاك اللون أكتر. تقدر تعمل سيلكت وتقول له أنا عايز يبقى فيه دروب شادو أو لأ، وتبدأ تختار الخط هيبقى دي السكنس واخد سكنس قد إيه بالشكل دوت. وتقدر تقول له انا عايز سهم من الناحيه دي، عايز سهم من الناحيه دي، او تقدر تختار في شكل من الاشكال ديت وهكذا.